طيب ادي ملف، تعال نروح للملف الثاني وهو يتعلق بجونيور اجاي والجديد بالنسبه له ايه وموقف اللاعب، الامور ماشيه ازاي. دي بناء على معلومه شخصيه فيما يتعلق بجونيور اجاي. انت دلوقتي خلاص عندك 5 اجانب، مشي والتر بواليا اعاره في تركيا في مالاتيا سبور وراح خلاص بشكل رسمي، عندك علي معلول، بدر بنون، ميكي سون اللاعب الجديد الموزمبيقي، بيرسي تاو، واليو ديانج المستمر بشكل رسمي مع النادي الاهلي. ادي 5 لعيبه اللي مسموح لك في القائمه بتاعتك، 5 لعيبه اجانب. مش متبقي غير مين؟ السادس اللي هو اجاي. الامور ماشيه بالنسبه له ازاي؟ اجاي في تواصل ما بينه وما بين بعض الانديه في الدوري المصري، الواجهه بالنسبه له لم تحسم بعد، لم تحسب بعد. انديه هيكون الامور هتبقى عن طريق النادي الاهلي من خلال يعني الاختيار والاستقرار بالاتفاق ما بين الاهلي واللاعب على الوجهه المقبله بالنسبه له. طيب اقرب فريق طبقا لمعلوماتي انا، اقرب فريق هو فاركو حتى هذه اللحظه. اقرب فريق اجاي يروح له، طبعا متغيرات وارده في كل شيء يعني، لكن اقرب فريق لحد اللحظه بتكلم فيها مع حضراتكم هو فاركو. ايه شروط اجاي بخصوص فاركو ان هو يروح؟ ايه طلباته؟ الراجل قال لهم يا جماعه لو هتقدروا تدوني 60% من عقدي، 60% من عقدي مع النادي الاهلي ما عنديش مشكله. حتى الان في بعض المفاوضات ما بين فاركو وجونيور اجاي، وفي بعض الاهتمامات من انديه اخرى باللاعب، لكن الملف لم يحسم بعد بخصوص جونيور اجاي. طيب لو الامور اتعقدت بالنسبه لاجاي وما مشيش، هيبقى الموقف هيبقى موجود في قائمه الانتظار المسموح ليك بيها ان انت تحط فيها 3 لعيبه، هيبقى واحد من الثلاثه دول جونيور اجاي، ممكن يكون هو اللاعب الوحيد، ممكن يكون في 2، ممكن يكون في 3. ده بخصوص اجاي. طيب